اليوم كذلك ينتقد وبشدة ويريد إقالة استقالة أن تكون من 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 شوف وليد الركراكي يشوف مدرب مغربي عطى الشيء الكثير. أول مدرب مغربي اللي مشى للدومي فينال هذا ماشي تطبال هذا هذا حقيقة. أول مدرب مغربي اللي ثاني مدرب مغربي اللي جاب عصبة الأبطال لإفريقيا أول مدرب كيفاش أنك تنتقده؟ لا انتقاد هو انتقاد ولكن ثاني منتقد ماشي انتقاد الهدام انتقاد اللي بغى نريبوا به المنتخب الوطني المغربي اليوم أخفق المنتخب المغرب يستحق أنه يخرج من كوب دافري بالنظر للعرض اللي قدم في المقابله بالنظر للقيمه ديال اللاعبين اللي ما استغلوش الاداء. هناك من يقول بان اللاعبين تغروا بان اللاعب الكبرياء ديالهم كوب ديمونت كيتعاملوا معاه وكوب دافريك ما كيتعاملوش معاه مزيان ولكن هذه امور هذه حقيقه كنكونوا مكونسونطرين المغاربه عينهم كبار ماشي عينهم كبار عينهم كبار يعني كاين شويه حاجه زوينه واحد الوقت ما كانش عندنا اهتمام بكاس افريقيا راه مؤخرا ولا عندنا اهتمام بكاس افريقيا دائما كان الاهتمام الاول والاخير كوب ديمون دائما كنهتم بكوب ديمون وكنا نتالق في كوب ديمون عكس كوب دافريك ما كنتالقوش فيه علاش؟ لان طبيعه الاجواء في افريقيا تختلف على يعني اوروبا و هذه كلها مؤثرات